السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين جديد رياض محرز ومستقبله مع المنتخب الوطني الجزائري. أيوا خرجوا ناس قال لك بالماضي يلعب دور هام في عدول رياض عن قراره، وقد يعود لحمل ألوان المنتخب الوطني في تربص شهر جوان المقبل. تسمى بيدخلوا إلى محرز جاء بالماضي قالوا ايوا اللي تلعب به. بالماضي كو قالوا لا ما تزوجليش في نهار تاع التربص، خلي تيفو التربص وتزوج. ما قالها لوش كيماك بالماضي تربص كومبلي، بنروحوا نلعبوا في الكاميرون تربص كومبلي تاع 10 ايام ولا محرز ما دخلش ما تيراش البوله، جا ديريكت من الامارات للمطار، ركبوا في الطياره هودوا الكاميرون، جبنا بنت واحد ومكلاسين لافون ديرني في الدوره، وعاودنا ولينا وما قالوش ما قال صاحبي. بعد الاقصاء ما روحناش كوب دي موند موراه. بالماضي قال لكم راه مبليسي واكر مانشستر سيتي في ذاك الوقت دارت ستاتي قال لكم واكر عندي واكر برك مبليسي، محرز ماهوش مبليسي. من بعد قال لك محرز راه في اكتئاب كبير، تا وراهولنا محرز يضحك في موسم الضحك. بالماضي ما هدر معاه ما قالو منه. بالماضي بعرس كان يجي يعني هو اللي يدير الخطه، هو اللي يقول له عيط لي لفلان قلع لي فلان جهتي خليها لي ليا، جهتي خليها وحدها تاعي. والله لا كان يقول له جهتي خليها وحدها. انا نقول لكم والحمد لله يا ربي انا غادي كان قالع بلايلي والناس يقول لك بلايلي. قلت لكم يا ودي غادي كي تجي 2024 كوب دافريك انا بلايلي غادي نشوفه في التشكيله. قلت لكم غادي يرد الاغلبيه يردهم وردهم بلايليتك اوضر بالماضي بيرد الاخر هو بيرد صح ديرو هو هي رده معليش هي رده بالماضي هو اللي رد هي معليش. اللاعب رفض دعوه فلاديمير وفضل اخذ وقت للتفكير في مستقبله مع المنتخب. ومن بعد يجي يقول لك داروا له مؤامره ما بغاش كيما خرج مؤمن ايد قاسي قال لك لا بغى يشوف قيمته وين راهي مع المنتخب. يا ودي على قيمتك تاع لاعب روح لعب تحوس على قيمتك. قيمتك ودرتها روحك وكاليفيتنا كوب دي موند قيمه. كيما خرج مع طاوي قال لك اعظم لاعب في تاريخ كره القدم الجزائريه روح تربح روح روح روح. أعظم فريق أعظم لاعبين اللي ربحوا نيجيريا 82 علي روتور روحنا الكوب دي موند باللومي وماجر وغمري وكلش هذوك هما ماشي تاع قموح هذوك هما جيست أعظم لاعب يبقى دخل في ليستوار تاع الجزائر وصايق حنا نعرفوا لالماس باللومي بالشيخ ماجر عصاد هادو نعرفهم شعبان مرسقان هادو اللي نعرفهم حنايا دراوي الله يرحمه كاين لعابه هادو اللي نعرفهم زعما في ليستوار هادو اللي لعبوا كوب دي موند. من بعد جاو نعرفوا ابراهيمي في غولي قد بوقرا حليش بولحي هادو نعرفوا اللي لعبوا اللي شاركوا كوب دي موند فانيك هادو اللي نعرفهم يعني ما بلي داو كوب دافريك الاغلبيه هما اللي فاتوا دوزيام تور كوب دي موند هادي ما التالي كاع تغلطوش الغاشي او جاي تكذبوا علينا ولا او تنموتوا تسمعوا باللي واحد الجيل مات اروحوا انتم كذبوا هذه هي. رياض محرز وبعد كاس امم افريقيا اتخذ قرار بالاعتزال الدولي ووضع حد لمسيرته مع المنتخب الوطني. رياض تواصل معه بالماضي واخبر والاخير طلبه بالتريث وعدم السماح لبعض الاطراف في وضع حد لمسيرته المميزه مع المنتخب. بالماضي يلعب دور هام في عدول رياض عن قراره وقد يكون يعني وقد يعود لحمل الوان المنتخب. يا صحة وتما تما اذا جاء بالماضي قال له ولي واذا ما ولى تما بيكتوفيتش ما يتعاشرش. انا نقولها لك هذا بنادم ما بقالو حتى مستقبل مع الفريق الوطني هذه هي وراني نقولها لكم ونعاودو. قال لك ابراهيمي فانيك رفض دعوه بالماضي لا
اش جيبونا ادله كاش من هكا. حنا ما سمعنا حتى واحد هدر، حنا سمعنا الاعلام هدرها، هذه هي. هو باي هو حق راه نتايا ديشان او كيفاه كي تبغوا كي تعرفوا تصنعوا بالخف الاخر، وتعرفوا تصنعوا، ماشي زعما منا ولا مليار، اما تعرفوا تصنعوا في مات فيما تصنعوهم كاش لي قدكم، والله ما كان لي قدكم. مالك يا صاحبي ها؟ حسب سهلة ولا؟ كلمة تهدرلو يزعب، كلمة تهدرلو كيما كيزعب، بصح ما تكذبوش علينا، هاولي تكذب عليا أنايا تقولي بلي ياودي صايك ومنا، لا ما تكذبش علينا تربى غاديك، واحد لا الشيطان، عزبنا سهلة. ها وين هذاك اللي قال لك وين راح؟ قال لك خطرة قال لهم باللي قال لهم لن اعتزل حتى اقود منتخب بلادي الى كأس العالم، على كان متهم مع اللي عنده، كان عنده عقد تاع كوب ديمون برك، وين راح؟ والله العظيم يا يدي يا صاحبي ويدي يا هاك الخاف جايين دايرو لنا ومنا وغادي نديرو بين عملو غادي نرجع لبلاصتك. هادي هي خويا، هادي هي خويا، على هاديك نقولو بلي ياودي اليوم وين ال مكاش من هاد الهدرة، مكاش منها والله العظيم يكذبو عليكم. الماتش يتعاود منا صورتو هاد اليامات. أنا كيما اليوم خرج علينا ذاك اللي يقول باللي يا ودي قال لكم كلوا المقروض، كيما اليوم هذا هو اليوم اللي خرج فيه تاع كلوا المقروض، عيدوا في غروضكم كلوا المقروض في غروضكم، هذه راهي يخرج عليكم بالمذاق سموه محرز أو عقد مع موبيليس، بس يقول لكم كيما هكا.
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتو خوتي.